كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فجحدني. وهذا حال اليهود في كل زمان ومكان، الجحود والتكذيب والإنكار، حتى لو أقمت لهم البينات، حتى لو أقمت لهم البينات. فاليهود حالهم إذا لقوا المسلمين في هذا الزمان للمفاوضات والمناقشات فيقولون لهم نناقشكم ونجادلكم، فيبدأون بالجدال والنقاش. والمسلمون بالرغم من ضعفهم المادي لكن عندهم حجج قوية، فإذا بهم يقيمون الحجج المتتالية في برهنة ظلم اليهود، وفي برهنة احتلال اليهود، وفي برهنة كذب اليهود وجرم اليهود، فإذا بهم يقولون نعم كلامكم صحيح، اعترف، لكننا لن نوافقكم الآن حتى نعرض على الكنيسة. كم تحتاجون؟ 3 أشهر نعطيكم جواب. احنا بالنسبة لنا ايش؟ اقتنعنا. اكثر من هيك حجج ذكرتوا فيه اكثر؟ ما في. ولكن المفاجأة بعد 3 أشهر يقولون لهم نعتذر، الكنيسة لم يقتنع. طب انتوا اقتنعتوا؟ لا، الكنيسة لم يقتنع واعطانا اقتراحات، خلينا نجدد النقاشات والمفاوضات كمان ايش مرة. الى متى؟ خلينا 3 أشهر وبنعرضها 3 أشهر. وعلى الحكي هذا من 93، لغاية الان وهم لساتهم ايش بتفاوضوا، ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا هم قوم بهت. فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. هذا حقيقة حال اليهود، أنهم دائما يتعاملون مع الناس أصحاب القلوب الطيبة، والشخص الذي أمامه يتعامل معه ماذا؟ بالطيبة الذي هي مشتهرة في دياره. ومن الطيبة في بعض الصور ألا تكتب بينة. ليش؟ لأنه الثقة حاصلة. لكن أنت الآن وضعت ثقتك في مين؟ في يهودي. أنت يهودي، ما ببقى يقول لك أنت يهودي، في يهودي رضي الله عنه. ومن القصص الحديثة التي حصلت من حوالي 5 سنوات أن أحد اليهود جاء إلى أرض أحد الفلسطينيين التي في 67، يعني لم تسقط بيد الاحتلال بالتفصيل، فقال له أريد أن أشتري منك شجرة في منتصف الأرض. قال له يا أخي أنا مش للبيع. قال لا، لابد أن تبيعني هذه الشجرة. وضغط علي بصور كثيرة لسنا بصددها الآن، فإذا بذاك الشخص يوافق أن يبيع شجرة في إيش؟ في البستان الكبير. ولكن كانت المفاجأة بعدما اشترى الشجرة، قالوا اكتب، وكتبوا ووثقوا وجابوا محامي وكل إشي، ضمن قصة طويلة أنا أختصر، فقال له القانون عندنا يقول أن تملك الصهيوني، لا أقول اليهودي، الصهيوني لابد أن يكون ما حوله في بعد عن العرب، مش الفلسطينيين، العرب، في بعد عن العرب، فأي قرب يكون تابع لابد أن يبقى فراغا لليهودي. قالوا مش فاهم. قالوا شايف الشجرة هاي؟ مطالب 5 دنم هيك وخمس دنم هيك وخمس دنم هيك يكون بعيد عني، لأنه هذه حماية إلي. قالوا ما كل الأرض هيك. قال له خلص صفت الأرض لي، ضمن قصة. فإذا هم قوم بهت، قوم جحود، قوم افتراءات، لهم صور في الافتراءات، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. طبعا عبد الوهاب المسيري معاصر كاتب مصري في الاجتماع، مؤرخ
كتب الموسوعة اليهودية وطبعت في 8 مجلدات واختصرت في مجلدين. هذا الأستاذ رحمه الله مات من 15 سنة، كان متخصصا في التعريف باليهود. لو تقرأ تنظر في الموسوعة اليهودية فقط، تنظر نظرة هيك وتنظر التاريخ الذي عند اليهود، سترى عجبا، سترى شيء كله بهت وكذب وافتراء. ما في قلوب بالمرة يتقربون إلى الله بقتل الأطفال وقتل الكبار وقتل النساء، يعتبرونها قربة إلى الله. فالذي يتابع الإعلام الآن ولم يقرأ عن اليهود يقول لك الله أكبر، يقتل الأطفال. قتل الأطفال من مقاصد دعوتهم، قتل الأطفال، لأنهم يقولون قتل الكبير سوف ينتقم له من؟ الصغير. فأنت اقتل مين؟ الكبير والصغير. طب ما في امرأة راح تحبل، اقتلها برضو، لأنه برضو هاي اللي راح تحبل راح تزرع في الصغير كره اليهود، فأقتل الكبير والصغير والمرأة. طب بعدين راح يعاودوا يظهروا عليك، إذا نقتل مشيتهم، اقتل يعني إبادة من ناحية ماذا؟ من ناحية أنهم لابد أن يخرجوا من ديارهم، لا دينار عندهم، لا دينار عندهم حتى يبدو من تحت الصفر. إذا بدوا من الصفر أنت فاشل. هم يقولون لابد أن تبدأ من تحت، هذا عدوك لابد أن يبدأ من تحت الصفر. وطبعا في حال آبائنا وأجدادنا عندما خرجوا في 48 من فلسطين فحدثونا قصصا عجبة، ومنها أنهم بعدما طردوهم وقتلوهم وأخرجوهم من ديارهم استقبلوهم في الطرقات فأخذوا أموالهم منهم حتى يذهبوا إلى المخيمات ولا دينار معهم. كانت المرأة في السافرية وفي قرى يافا وما شابه كانت تلبس الذهب من البداية إلى النهاية بسبب تجارة البرتقال، وكان البرتقال يصدر إلى دول أوروبا، ولكن كل هذا الذهب شو ماله؟ أخذوه مباشرة حتى يخرجوا ولا مال عندهم، حتى يبدأوا من تحت الصفر. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية نشروا المخدرات ونشروا الحشيش حتى اللي بده يفكر يبطل يفكر. ثم انتقلوا إلى الخطوة التالية وسهلوا لهم السفر إلى ديار الكفر. نفس القصص تجري وتتداول في كل بلد يحصل فيه ذبح للمسلمين، هذه الخطوات هم يسيرون عليها.